ومعنى شهادة أن محمد رسول الله ذكر أربعة أمور: قال طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة أمور. أن نقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ما معنى ذلك؟ قال أن تطيعه فيما أمر، تفعل ما أمر، تنتهي عما عنه نهى وزجر، يعني تنتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، تصدقه فيما أخبر عن الله تبارك وتعالى أو عن اليوم الآخر، في كل ما يخبر صلى الله عليه وسلم نصدقه. الأمر الرابع: لا يعبد الله إلا بما شرع عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو عدم الابتداع في الدين، عدم الابتداع في الدين، وإنما تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن عبادة الله حنفاء، أي مخلصين له سبحانه وتعالى، ثم متابعين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، أي متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحد، أي مخلصا لله جل وعلا. إذن طاعته فيما أمر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر، تصديقه فيما أخبر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. بعض أهل العلم يزيد قال ولا يغلون فيه، لأن بعض الناس عندما يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له كل هذا، يعني يطاع في جميع ما يأمر به لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، يطاع في كل ما نهى عنه، يصدق في كل ما يخبر عنه، معصوم صلوات ربي وسلامه عليه، لا يعبد الله إلا بما شرع، قد يغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يغلو به، وإنما هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله. وإذا ما جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سيدنا، قال السيد الله، قال السيد الله، يعني احذروا من مثل هذا الأمر. فكان النبي ينهى عن ذلك، وهو الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، كان يقول إنما أنا عبد الله ورسوله، عبد الرسول صلوات ربي وسلامه عليه.